موضوع في ضرر متفاقم ومتمادي على كافة الشعب اللبناني اللي عم ينسحق ماليا واقتصاديا واجتماعيا. فكيف يا حضرة القاضي بكل دم بارد عم تأجلي الجلسة بعد غير 3 أشهر وغير السنة اللي أخذناها ليرجع الملف من التمييز 2 شهر بعد قدام؟ كيف انت ضميرك بيسمح لك؟ القضاء اليوم أطلق رصاصة الرحمة على حاله. للأسف هيدا يوم يدمي، هيدا يوم حزين لكل الجسم القضائي، قضاة ومحامين. لما القضاء بده يعمل هيك، لما استفدنا كل الوسائل، نحن ما عاد فينا نقول للناس إلا أنه تحت سقف القانون بموجب المادة 184. عشان هيك هاي لحظة تاريخية بدها ترجع تشكل وتموضع المواجهة الحقيقية، الثورة الحقيقية، الانتفاضة الحقيقية بين مجموعة فاسدة مفسدة كارتين ذات 4 قنين. أي دم رح ينزل من أي موضع، أي رسالة للقضاء هو برقبة كل قاضي مش عم ينصف الناس، مش عم ينصف الشعب. كيف يا قضاة قصر العدل القانون بيتطبق؟ بنروح على مصرف الضباط هنيك جامعة الشغب أو الجيش أو غيره بيقول لك لا هيك ما بتاخذ حقك، روح خد حقك بالقضاء. بتيجي عند القضاء بيقول لك لا في أسباب وفي اجتهادات وفي ما في اجتهادات بالسرقة، ما في أي اجتهاد لما يكون المواطنين مسؤولين. ما بحق له رياض سلامي ياخذ شيء ملايين. انا عقدي معه انه يكون وديعه باماني، ما سلم للامان يعني هو حرام، يعني هو بلا اخلاق. اذا كان تابع لدول من برا وعم بينفذ اجنده علينا بيحلم، ونحن شعب ما بنموت، نحن شعب رح نضل نطالب بحق. انتم وجدتوا لتحموا المسروق مش تحموا السارق. انتم هلا واقفين بالمحلوب، انتوا لازم تبرموا تاني شكل كلكم. هذا اللي سارق جنى عمر العالم كله، سرقنا ونهب العالم، هيدا واحد مجرم حرامي لص، هيدا خائن، هيدا اكبر عميل لكل الدول الاوروبيه اللي عملوا بهالبلد هيك. هاي صرخه عم تطلع من جوا ولا خير؟ الصرخه حس قد الالم، صرختي كبيره لان مألم كثير. جنى عمري انا طار 35 سنه بقى طار، سرقوا لي هن. بتجوا بتحكوا على الساعه ليش فات اخذ 50 أخذ 50,000 دولار؟ بعد اللي حتشوفوا إشي أحلى. هذا الزلمة لا قتل ولا شعل البنك ولا عمل شيء، بعد بكون شوفوا أحلى، والبنك بيعرفني وبيعرف وين. صار الوقت ليصير في اتحاد لكل متضرر، لكل سائر، لكل مودع، لكل لبناني، لكل صاحب حق، ليكونوا بالمواجهة مع هيدي الجبهة المقيطة المجرمة من السلطة الفاسدة. ولتكن ما يكون، ما عاد فينا مسكنات، وده ما كبرت ما بتصغر.